السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب. اليوم صممت لكم كتاب جديد اللي هو باسم عنوان تحليل الهيموغلوبين اللي يرمزوا له HB، وحطت لك بيه كل المعلومات الكافية عن الهيموغلوبين، من أسباب النقص، من أسباب الارتفاع، وشنو وظيفة الهيموغلوبين، وشنو تعريف الهيموغلوبين. راح نجي وياكم أول صفحة من هذا الكتاب. لو نجلس حاليا، تعريف الهيموغلوبين بشكل مبسط هو بروتين يحتوي على عنصر الحديد الذي تحمله كريات الدم الحمراء. ولأن الأمر كذلك، فأنا يعني معناته نقص، يعني هنا من راح يصير نقص الحديد، إيش راح يصير؟ نقص الهيموغلوبين. يعني هنا علاقة طردية بين الهيموغلوبين والحبيب. احنا كنا نعرف إذا نقص الهيموغلوبين معناته نقص بالحديد، والعكس صحيح، إذا نقص الحديد معناته نقص بمن؟ بالهيموغلوبين. فإذا أكو علاقة طردية تربط بين الهيموغلوبين و عنصر الحديد. وظيفة الهيموغلوبين كنا نعرفها أو أغلبنا، هي نقل الأكسجين من الرئتين إلى بقية أعضاء الجسم، أو والوظيفة الثانية إعادة ثاني أكسيد الكربون من مختلف أنحاء الجسم إلى الرئتين. طبعا إحنا ليش نسوي اختبار الهيموغلوبين؟ وأقول لك أنا هنا بالصفحة الثلاثة، إن ربما الطبيب يعني يسوي إجراء اختبار الهيموغلوبين كجزء من فحص استعداد الدم الكامل. وعندنا لتشخيص حالة طبية، وعندنا لفحص الصحة العامة، وكذلك الفئات المعرضة للخطر. هسه صفحة 6، من الفئات المعرضة للخطر، يعني اللي راح ممكن يصير بهم هيموغلوبين، يعني نقص بالهيموغلوبين. طبعا عندنا النساء الحوامل معرضة، يعني معرضة لنقص الهيموغلوبين، وعندنا الأشخاص اللي يدخنون بكثرة أيضا معرضين للإصابة بفقر الدم اللي هو الهيموغلوبين، وعندنا الأشخاص الذين يعني يعيشون بأماكن مرتفعة مثل الجبال، فهاي أيضا يصير نقص الهيموغلوبين. ليش؟ لأن هناك بالأماكن المرتفعة تنخفض مستويات الأكسجين بالهواء، فلذلك يصير عندهم نقص بالهيموغلوبين. زين، شنو أسباب نقص الهيموغلوبين في الجسم؟ ذاكر لك بصفحة 6 أسباب نقص الهيموغلوبين في الجسم. يعني من ينقص الهيموغلوبين شو حيصير عندي؟ فقر الدم أكيد، هو يستحوله بالأنيميا، ومع وجود أعراض مثل يصير لون الوجه أصفر، أو عندك عجز الجسم بالقيام بالأعمال وغيرها. أدنى طبعا تقسم أسباب فقر الدم حسب يعني الأسباب. فعندك من ضمن الأسباب قلة إنتاج خلايا الدم الحمراء. أنا أحكي لك المعلومات بشكل شائع، يعني ما أدخل لك بالتفاصيل، لكن أنا ذاكر لك إياها هسه بهذا الكتاب. كل نقطة شنو تشرحها بالتفصيل الممل. فهسا عندك هسه أول نقطة، قلة إنتاج خلايا الدم الحمراء وله عدة أسباب، ذاكر لك إياها، أنت تكفيك من وراي تراجعها بالكتاب. اثنين، عندنا التكسر الزائد في خلايا الدم الحمراء، وايضا عنده عدة اسباب، ذاكر لك اياها بصفحة 9. عندنا بصفحة 10 رقم 3، فقدان الدم بكميات كبيرة، يعني هاي من اسباب انخفاض الهيموغلوبين. يعني النقطة الثالثة، فقدان الدم بكميات كبيرة وله عدة اسباب، ذاكر لك اياها، مثل عندك النزيف، النزيف في المسالك البولية، التبرع من تكرب الدم، نزيف الحيض الكثيف. زين، احنا خلصنا من اسباب انخفاض الهيموغلوبين لدى الانسان. زين، شنو اسباب ارتفاع الهيموغلوبين بالجسم او لدى الانسان؟ والفقره بالصفحه 11 يقول احيانا يحدث ارتفاع واضح في نسبه الهيموغلوبين في الدم بصوره تفوق المعدل الطبيعي، وهذا يعود لحاجه الجسم على حمل كميه اكبر من الاكسجين، ويحدث ذلك نتيجه لاحد الاسباب. اذكر لك يعني من رقم 1 لرقم 9. ننتقل الى صفحه 12 و13. النسب الطبيعية للهيموغلوبين ذاك لك إياها، عندنا للرجال من 11 إلى 16 غرام على ديزيليتر، وعندنا للنساء من 11 إلى 15 غرام على ديزيليتر، وعندنا للأطفال من 10 إلى 14 غرام على ديزيليتر، وعندنا للرضع من 9 إلى 10 غرام على ديزيليتر، وللحوامل من 11 إلى 14 غرام على ديزيليتر. عندنا الأدوات اللي نحتاجها لإجراء تحديد الهيموغلوبين. أول شيء لازم عندنا قطن، وعندنا كحول. طبعا هالكحول شنو وظيفته؟ هو نعقم من مكان، يعني مثل مكان الجلد اللي راح حددنا به الوريد ونسحب من عنده الدم، من عينة الدم، عن طريق القطنة، ونعقمه بالكحول. ثلاثة، نيدل اللي هي السرنجة، هاي اللي حاط لك اياها امامك، هاي بالصورة، هاي
اعطيك اياها بالصوره. وتورنيكه يعني نربط الذراع بيها على مود شنو، هاي اللي وظيفتها على مود تبين لنا الوريد. اكون مثلا بعض الاشخاص وريدهم ما يطلع، لكن هاي التورنيكه راح تخليه يظهر شكل الوريد او يعني توضح لنا اياه. خمسه عندنا محلول درابكن او سلوشن وركن سحوله او محلول العمل. هسه نجي الى طريقه العمل. انتهينا من شرح الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة.